أشعر بالملل عند العطلة ولا أدري ماذا أريد أن أفعل أثنائها. حقيقة هناك كثيرة الأنشطة التي تمكن أن نفعل أثناء العطلة، ومن المعلوم لدينا نحن كالطالب دائما مشغولون بفصولنا وبحوثنا وما إلى ذلك، لذلك يمكننا الاستفادة هذه العطلة بقضاء وقت مع الأسرة والأصدقاء، يعني بوسيلة زيارة معهم إلى الأماكن والولايات الممتعة التي الموجودة في ماليزيا. وعلى سبيل المثال إلى ترنجانو، هناك المأكولات والمشروبات اللذيذة، وأيضا جسر المتحركون والجزيرة الكثيرة مثل جزيرة كاباس، برهنتيان، ريدا وغير ذلك. أما في الولاية الأخرى هناك جسر لانكاوي سكاي في جزيرة لانكاوي، وأيضا مزارع الشاي والفراولة في كاميرون هايلاند. أما في خارج البلاد هناك الأماكن السياحة الوفيرة والممتعة مثل كوريا، يابان، سنغافورة، أمريكية، إندونيسيا، تايلاند وغير ذلك. وبالتالي يمكننا أن نجعل هوايتنا كالأنشطة في وقت الفراغ، وهناك كثيرة مثل السباحة والرسم وكرة القدم وكرة الريشة ومشاهدة الأفلام والنوم. ثم يمكننا أن نحاول للعمل بدوام جزئي قبل بداية الفصل الدراسي الجديد مثل الناديل والطباخ وأي الأعمال المحبوبة. من خلال هذا سنحصل الخبرة الواسعة والأصدقاء الجديدة، وستكون المزايا لأنفسنا في المستقبل. وفي الختام، مهما نفعل في العطلة فليكن نافعا لأنفسنا، لأن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ.